السلام عليكم، احنا في ماتريكس ايرور بنتكلم عن تكست انكريبشن. انا وتريز برو النهارده السيكونس هيكون بيتكلم عن انتروداكشن، واتس انكريبشن، ايه بنحتاجه فيه، الهاني انكريبشن، هنبتدي نتكلم عن سيلكتد تكنيكس، دي ان اي، والايمج انكريبشن، والكريبتوغرافي. واتس انكريبشن ببساطه جدا ان انا عندي تكست عايز ابعته سي لزميلتي مثلا تريز من غير ان حد يعرف يفك الكلام ده، فهو ده معنى انكريبشن، معنى ان انا التكست بنقله لحد تاني بشكل سيف من غير ما ان يكون في هاكر يقدر ياخد الكلام ده. الديكريبشن هو عكس البروسيس ديت، بتحس ان انا ارجع التكست ده او المسج المشفره ديت للاصليه بحيث ان تريز تفهمها. Why do we use encryption؟ ببساطه زي ما الصوره دي بتقول، ان انا علشان ابعت ميل او ابعت صوره او انا سايف الحرب وعايز ابعت رساله بحيث من غير ما ان هاكر يقدر انه يفك الرساله دي، فالانكريبشن بيستخدم على نطاق واسع قوي في الايميلز، في الكريدت كاردز، في الاي تي امز وهكذا. without encryption زي ما في الصوره برضو، ان كل الحاجات دي حياتنا هتكون مكشوفه بمعنى اصح، بحيث ان انا مش عارفه ابعت ميل ما حدش يطلع عليه، وكذلك الرسائل وكذلك الاتصال منه. Cryptology as an idea بدأت من حوالي 4000 سنة فاتت. However, it's considered as a new science. أول مرة لقوا فيها حاجة يعني related للtext encryption كانت في مصر في المين شامبر في التوم بتاع أم المحتب الثاني. برضو في ال early civilizations بتاعت India لقوا some work بيassign في tasks لspies. بعد كده سيزر عمل very basic technique بتاعه عشان يقدر يكوميونيكيت مع الارمي جنرالز بتوعه، بحيث ان هو كان بياخد التكست كل لتر بيعمله شيفتنج باي هاو باي 3 بليسز اند ذاتس ات. بعد كده الموست بيزك برضو تكنيك كان هو الهل سايفرز، كان هو الهل سايفرز بحيث ان هو بياخد سكوير ماتريكس بتبقى يعني كانها هي الكي، بيضربها في الكولوم فيكتور في النمبرز الكورسبوندنج لكل لتر بحيث ان هو يطلع له السايفر تكست. بالنسبه للتايبس اوف كيز، احنا عندنا تو تايبس اوف كيز، السيمتريك والبابليك كيز. السيمتريك كيز بيستخدم فيها الانكريبشن كي والديكريبشن كي، بيبقى هما نفس الكي بالظبط. however البابليك كي بيبقى الانكريبشن كي في افيلبل لاي حد يستخدمه، بس الديكريبشن كي بيبقى موجود بس مع الشخص اللي بيستقبل المسج عشان يقدر يعملها ديسايفرنج. الكومن الجوريثمز اللي بنستخدمها في الانكريبشن، التريبل دي اي اس، البلو فيش، التو فيش، والار اس اي، فاينلي الاي اي اس which is the most trusted algorithm. It's used by almost many organizations and institutions, mainly by the US government. الكريبتوغرافي عندنا بتتقسم لتقسيمتين، منهم تقسيمه related to mathematics اللي هي بتبقى transposition substitution ciphers عشان احول من plain text لcipher text. اول حاجه عندي plain text transposition ciphers، هي عباره عن انا بعمل rearranging للletters according to mathematics. بلس ده كله احنا عندنا بعتمد على فانكشن معينه عشان اعمل انكريبشن، عشان احول من plain text لcipher text، وبستخدم الانفرس اوف ذيس فانكشن عشان اعمل الديكريبشن بتاعنا. طيب عندي transposition ciphers دي تتقسم لكذا نوع، في كيلومينر ودبل وجريلز وريل فنس ciphers. كمان عندنا substitution ciphers دي عباره عن ان انا بعمل اوردر معين fixed system عشان للليترز عشان اعرف اعمل الانكريبشن بتاعي. طيب انا عندي simple substitution ده في منه انواع كتير جدا، منها simple substitution ciphers اللي هو dependently mainly على ال Caesar cipher. بعد كده عندنا ايه بقى types of data encryption، دي بتبقى عندنا شوية advanced techniques الى حد ما او types of techniques بنعمل بيها الانكريبشن، منهم ال honey encryption. الهاني انكريبشن ده هو عبارة عن ان انا mainly معتمد على فكرة ال one time pad. ال one time pad دي هي فكرتها كلها ان انا بعتمد على كي معين مش بيتكسر او هو صعب جدا الكسر، بلس ان انا ببين لليوزر او الاتاكر اللي قدامي ان دي حاجة سهل ان هو يخترقها، بس هو مش بيعرف يعمل ده، هو بيفتكر ان هي اخترقت بس هي مش بتخترق. عندنا لازم اقول هقول دي زودي تاني
في طريقة الانكريبشن هي عن طريق الدي ان ايه اللي هو الحمض اللي بيبقى بيفرق ما بين اي كائن حي والتاني. الدي ان ايه هو بيتكون من اربع مكونات اساسية، الاختصار بتاعهم بيبقى اي جي سي تي. بيبدأ ان هو يدي للاي جي سي تي ارقام مثلا زي 00011110. بعدين هو انا عندي التكست بيبدا ياخد الاسكي كود بتاعه، بيقسم الارقام بتاعته بيرز، بيبدا ان يدي لكل بير دوت حرف، فبيكون متكون عندي التكست فايل ده بيتكون من حمض نووي طويل من الاي جي سي تي. تمام. في طريقه ثانيه في ان انا بخزن زي التكست في ايمج، عن طريق ان انا الايمج دي عندي بتتكون زي من قطع صغيره بيكسلز، كل بيكسل ده بيعرفه ثلاث ارقام، الارقام دول بيدل على اللون اللي هو بيتكون من ريد ويلو وبلو. فانا عندي تكست عايز احوله زي ان انا عندي ويلكم ديت، ببدا احولها للاسكي كود بتاعها الارقام بتاعتها، ببدا اخد كل ثلاث ارقام منهم وادي لهم دولت بيكسل، فبيكون عندي لون معين لكل حرف، لكل الثلاث حروف اكشن. فبعدين بقدر ان انا احول التكست احطه في ايمج. الاوديو نفس الطريقه، بس عندي اوديو ده بيكون حاجه انالوج، فانا بضطر اعمل له حاجه سامبلينج. السامبلينج دوت هيقسمه برده، هيرجعه برده الارقام من 0 و 1. ببدا ان انا اخد ال 0 و 1 دول اتخزن فيهم التكست عن طريق الاسكي كود بتاع التكست وعن طريق الالجوريثم اللي انا بستخدمه اللي انا بحدد بيه. وكده خلصنا. شكرا.